جزاكم الله خيرا. ما هي الأسباب المعينة على أداء الصلاة جماعة في المسجد لا سيما وقت العصر والفجر؟ الأسباب المعينة أولها النية والعزم والخوف من الله عز وجل، هذا هو أعظم الأسباب. إذا خاف المسلم من ربه وعزم على حضور الصلاة مع الجماعة ورغب فيما عند الله من الثواب في صلاة الجماعة، فإن هذا أعظم ما يعينه على حضور صلاة الجماعة في العصر وفي الفجر وفي غيرهما من الفرائض. وكذلك من الأسباب أن الإنسان يحرص ولا ينشغل عن حضور الصلوات مع الجماعة بشاغل مهما كان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى في صفة المؤمنين الذين يعمرون المساجد: قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالإنسان يفرغ نفسه للصلاة مع الجماعة إذا جاء وقتها، ولا يشتغل عنها بوظيفة ولا ببيع وشراء ولا بتجارة ولا بزراعة ولا بغير ذلك من الشواغل. نعم.